ومعنا مباشرة عبر الهاتف المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية وليد روجيني. سيد وليد، إذن حصيلة أولية، عدد القتلى والجرحى الآن؟ هو تم انفجار في حافلة الأمن الرئاسي اليوم بشارع محمد الخامس بقبيلة التجمع المنحل. الحصيلة الأولية هي 11 قتيل وعدد من الإصابات في صفوف الأمن الرئاسي. نعم، إذا التفاصيل، ماذا لديكم من تفاصيل أولية حول الحادث؟ من نفذه؟ ماذا حصل بالضبط؟ نعم. طيب، إلى حد الآن طبيعة الانفجار بيت أو نحددها وتم تحديدها في أقرب الأوقات ونمد الرأي العام كل شيء. السيد وليد، فقط عذرا على يعني على حراجكم، ولكن نريد أن نعرف المعلومة أكثر دون دخول في تفاصيلها، يعني الأسباب الأولية لهذا الانفجار ماذا وصلتكم؟ ما عندي حتى شيء في الطيب، رغم أن فما ناس تخدم على الميدان وهي اللي تمدني بالمعلومة ونمد بها السادة الإعلاميين والرأي العام. نعم، المعلومة ما تجيش ومد بها الناس الكل مؤكد. نعم، شكرا لك سيد وليد لوجيني. إذن تحدث المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية عن حصيلة أولية تتمثل في 11 قتلى.